انه عايز اقول لحضراتكم ان ده بيتسبب في كوارث، مش كده؟ ما يجبش نوعية الرؤساء ونوعية الملوك اللي زي اخاب دي ما يصحش تتساب، ما يصحش تتساب، لانها ممكن تتسبب في ازمات وكوارث. مش معنى ان هو رئيس، ومش معنى ان هو ملك، ومش معنى ان هو مسؤول، اذا خلاص انا يعني لما الاقي اي ملك ولا اي رئيس في اي حتة خلاص اسمه رئيس، فانا يعني اخضع له، واسمه رئيس فانا انفذ كلامه، اطاوع اوامره، وانا شايف انه بيعمل كوارث، وانا شايف انه ظالم، وانا شايف انه قاسي، وانا شايف انه بيتبع جماعته، وانا شايف انه شخصية مش امينة في رسالتها، لازم يكون لي دور وانا بتعامل معاه وانا بتكلم معاه، لازم اوقفه أوقفه عند حده وأقول له لا، أنت في موقف خاطئ، أنت ظالم، أنت رئيس يعني تظلم، أنت رئيس ستصل معاك البلاد إلى مرحلة الانهيار. زي مرة في قصة كده لطيفة قريت عنها، أحد سفراء روسيا بعت لأحد خدام الله في الوقت ده وقال له ايه؟ قال له ينبغي ان اقول لك صراحة ان سيدي القيصر لن يسمح للمسيحية بان تضع قدمها في الامبراطورية الروسية. طبعا ايام الشيوعية ما كانت في اوج مجدها يعني. فاحد السفراء جاب خادم من خدام ربنا وقال له هقولها لك بصراحة، ان سيدي القيصر لن يسمح للمسيحية بان تضع قدمها في الامبراطورية الروسية. الخادم رد عليه وقال له ايه؟ خادم غيور، خادم حلو خالص، قال له يا صاحب الفخامة، ان سيدي الرب يسوع المسيح، بصوا سيدي قدام سيدي، انت لست ليس سيدك هو الملك وليس سيدك هو الرئيس، انت سيدك هو رب المجد يسوع المسيح. ردها له قال له ان سيدي الرب يسوع المسيح لن يسأل قيصر الروس اين يضع قدمين. واخدين بالكم التعبير؟ هو بيقول له ان سيدي قيصر روسيا لن يسمح للمسيحيه بان تطق قدميها ارض روسيا. رد عليه الخادم وقال له، قال له ان سيدي الرب يسوع المسيح لن يسمح، لن يسال قيصر الروس اين يضع قدميه. والكل يعلم أن المسيحية انتشرت في بعد في روسيا، وانقضت الشيوعية، وانتهت بكل فسادها، وهوى كل قياصرتها، وتحولت روسيا وعرفت رب المجد يسوع المسيح. فمن المهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا، يعني مش كل رئيس يعني يبقى خلاص كل كلامه يبقى مصدق، كل كلامه نبقى خاضعين، كل كلامه نبقى مسؤولين، لانه من الواضح ان ايليا نبي ما عملش كده، ما عملش كده، هو واقف قدام اخاب، ومن له اذن للسمع فليسمع.